السلام عليكم، طيب الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات الإلكترونية ومقال حول عودة مجالس المحافظات التي تعد إحدى بوابات الفساد في العراق. يقول الكاتب: الرؤية الشعبية التي جسدتها انتفاضة تشرين عام 2019 إلى جانب شعارها المركزي نريد وطنا، طالبت بقوة بتجفيف منابع الفساد، وكان من بين المطالب التي رفعها شباب تشرين إلغاء مجالس المحافظات التي عدها تجربة فاشلة وبوابة من بوابات الفساد، ولعل زخم التظاهرات الشعبية في حينه أدى إلى انصياع الحكومة والسلطة التشريعية في عدة اتجاهات، أبرزها تمثل في إنهاء عمل مجالس المحافظات، غير أن حكومة المهندس محمد الشيعة السوداني ومن ورائه الإطار التنسيقي كان حريصا على عودة مجالس المحافظات مجددا. بنظرة مواطن يحاول أن يتجرد من أي وصف، فإن المجالس التي غابت عن المشهد العراقي لأكثر من سنة لم يكن لغيابها أي أثر سلبي يذكر، بل لعله وفر لميزانية الدولة أرباحاً مالية، إذا عرفنا بمنطق الأرقام المشروعة فقط وليس بما يسرب بالخفاء. أن مجالس المحافظات كانت تستهلك سنوياً ما لا يقل عن 137 مليون دولار كرواتب شهرية ونفقات، وفي وقت يحمل فيه المواطن مسؤولية الاستنزاف المالي لميزانية العراق من خلال النفقات التشغيلية، لا يلتفت إلى النفقات التي تذهب إلى هذه المجالس أو تلك التي تحاط بالعناية والرعاية لأصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين مع الحبربش بكل عناوينهم، إضافة إلى ما تعرف بالنفقات الجهادية ورواتب العوض لمن عاش محروما عن تراب الوطن في ستوكهولم ولندن وواشنطن عن تجربة ممتدة من عام 2013 في هذه المجالس، وجدناها أرضا خصبة للفساد، لا سيما أن التحصينات المحيطة بها لن تسمح لأحد بالتدخل بشؤونها ودروبها، حتى أنها كانت تشكل عائقاً أمام السلطة المحلية. إلى موقع مركز رسام للدراسات ومقال للكاتب حسين صالح السبعاوي بعنوان: العفو العام مطلب المظلومين. الغريب في العراق اليوم أننا نتكلم عن العفو عن الأبرياء، في حين أن البريء لا يحتاج إلى العفو، بل يحتاج إلى اعتذار وتعويض وإلى محاسبة من ظلمه وهو بريء. إن هذه المفارقة العجيبة غير موجودة إلا في العراق، الذي جعل المجتمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية تطالب بالعفو عن الأبرياء وضحايا المخبر السري، أو على الأقل إعادة محاكمتهم وفق قواعد قانونية نزيهة وشفافة. ومع هذا ترفض السلطة كل هذه المناشدات، ويتساءل الكاتب: لماذا لا يطبق قانون العفو في العراق؟ هل بسبب البعد الطائفي؟ فمن المعلوم أن أغلب المعتقلين اليوم في العراق هم من مكون بعينه، وأن السلطة وصاحب القرار من المكون الآخر الذي ينطلق في إدارته للدولة من منطلق طائفي. تعج السجون بالفساد، سواء في إطعام المساجين أو في ابتزاز السجناء وأهاليهم من خلال طلب أموال مقابل اتصال السجين مع أهله، أو نقل السجين من مكان إلى مكان آخر. وهناك مئات الشواهد على هذه السلوكيات، وآخرها ما ذكره وزير العدل شخصياً أمام وسائل الإعلام. لم يعد الشعب العراقي يعول على هذه الطبقة السياسية الحاكمة لإصدار عفو عام يشمل جميع المعتقلين، أو على الأقل يشمل الأغلبية منهم بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والمذهبي، لأنه أصبح واضح لدى الشعب وخاصة ذوي المعتقلين بأن الصفقات السياسية والابتزاز السياسي هما الفيصل في تشريع القوانين،
وحتى لو يشرع قانون جديد للعفو عن المعتقلين سوف يقنن ويفرغ من فحواه الحقيقي، ويكون عفواً عن بعض الفاسدين والمعلوم انتماؤهم السياسي والحزبي، وتبقى الأغلبية من ضحايا المخبر السري داخل السجون، لأن المصالح الشخصية والحزبية مقدمة على المصلحة الوطنية العليا لدى هذه الأحزاب الحاكمة. إلى تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد للكاتب صفاء الكبيسي بعنوان الجفاف يجتاح أهوار العراق، انعدام تام للتنوع الإحيائي في العودة. يقول التقرير: سجلت مديرية بيئة محافظة ميسان جنوبي العراق جفاف هور العودة بنسبة 100% بسبب أزمة شح المياه التي يعاني منها البلد منذ عدة سنوات، وسط تحذيرات من اتساع الجفاف ليشمل أهواراً أخرى. دعت المديرية الحكومة والجهات المسؤولة لإيجاد حلول ومعالجات عاجلة من محافظات عدة، وتعد مصدر حياة بيئية خصبة تكونت حولها تجمعات سكنية كثيرة من قرى وقصبات مختلفة تضم عشرات آلاف العراقيين. خلال الجولة الميدانية في هور العودة التابع لقضاء الميمونة في المحافظة، سجلنا جفاف المسطح المائي بنسبة 100%، حيث هنالك انعدام تام للتنوع الأحيائي عدا وجود القصب المصفرة وأفراد قليلة من أنواع الطيور. هور العودة يعاني من الجفاف للعام الثاني على التوالي دون أي معالجة تذكر، مشيرا إلى ازدياد معاناة سكان الأهوار ومربي الجاموس خاصة في القرى المحاذية لهور العودة نتيجة شح المياه في الأنهر الفرعية والرئيسية المغذية له. ورأى الناشط البيئي في محافظة ميسان حسن الساعدي أن جفاف الهور بنسبة 100% أمر متوقع بسبب عدم اتخاذ حلول من قبل حكومة بغداد لمعالجة أزمة الجفاف مع الدول المتشاطئة مع العراق. واليوم تبدو أهوار العراق أمام تحد خطير من أجل البقاء في ظل تفاقم أزمة الجفاف التي يصفها خبراء بأنها الأكثر قسوة منذ عقود طويلة، إذ تراجعت مناسيب المياه في المسطحات المائية التي تغطي مساحات كبيرة من محافظات عدة، وتعد مصدر حياة بيئية خصبة تكونت حولها تجمعات سكنية كثيرة من قرى وقصبات مختلفة تضم عشرات آلاف العراقيين. قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لمراسلتها في القدس إيزابيل كيرشنر إن شمال الضفة الغربية المحتلة كان بالنسبة للسلطات الإسرائيلية والفلسطينية والدولية ذات مرة نوعا من البرنامج التجريبي لفك الارتباط الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة، وحتى من قبل البعض كنموذج أولي محتمل لدولة فلسطينية مستقبلية، إلا أن التصعيد الحاد للعنف في المنطقة في الأيام الأخيرة الذي شارك فيه مسلحون فلسطينيون وقوات الأمن الإسرائيلية ومستوطنون يهود متطرفون يؤكد فشل تلك الرؤية. شمال الضفة الغربية يشهد مزيجا متفجرا من صعود ميليشيات فلسطينية مسلحة تنفذ عمليات إطلاق نار ضد إسرائيليين، واقتحامات شبه يومية من قبل الجيش الإسرائيلي لاعتقال النشطاء، والتي غالباً ما تكون مميتة وأعمالاً انتقامية من قبل المستوطنين اليهود المتطرفين الذين هاجموا القرى الفلسطينية وأشعلوا النار في الممتلكات. ويزيد من التوترات الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تضم أحزاباً يمينية وقومية متطرفة ترفض أي محادثات مع القيادة الفلسطينية وتضغط على رد عسكري أكثر عدوانية على الهجمات. كما تضغط الحكومة من أجل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والتي تعتبرها معظم الدول عقبة أمام حل النزاع وانتهاكا للقانون الدولي. وتقول إن هذا المزيج المتقلب أدى إلى واحد من أكثر الأعوام دموية للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقد،
ومن بين 140 قتيلا فلسطينيا في الأراضي المحتلة هذا العام، هناك حوالي 86 منهم قتلوا شمالي الضفة الغربية، معظمهم في منطقتي جنين ونابلس. تحت عنوان الإعلام العربي المستقيل عن وجع الشعوب، نقرأ مقالا للكاتب غازي دحمان نشره في موقع عربي 21. يتساءل الكاتب: ما الإعلام إذا لم ينتقد الخطأ ويسلط الضوء على المثالب ويكشف النواقص والعيوب؟ إن لم يفعل ذلك يفقد شرعيته ومعناه. والغرض الأساسي الذي نشأ من أجله الإعلام، وخاصة في جانبه المتعلق بالتحليل والمتابعة والتقصي وتقديم الحقائق التي تختفي خلف واجهات تصنعها القوى الحاكمة. بالأمس القريب حصلت مذبحة في البحر الأبيض المتوسط راح ضحيتها المئات من سوريا ومصر وفلسطين والعراق، عشرات المنابر في هذه البلاد، صحافة وقنوات فضائية ومواقع إخبارية لم تعرج على الخبر. ففي صحف هذه البلاد كتبوا عن كل شيء تافه، ولم يتناول أحد منهم قضية أبكت قلوب المصريين والسوريين ولو حتى من باب التعاطف والتعزية. تناول مثل هذه القضايا في الإعلام العربي سيفتح الباب على البحث عن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة مخاطرة آلاف الشبان في هذه الدول لركوب البحر واختيارهم المغامرة غير مضمونة النتائج بدل الاستقرار في بلادهم. وسيضطر أي تحليل منطقي للحديث عن سوء السياسات العامة والاستراتيجيات التنموية والتشغيلية التي تتبعها أنظمة الحكم في بلادنا. تناول مثل هذه القضايا سيفتح الباب على البحث عن الأسباب التي تقف وراء ظاهرة مخاطرة آلاف الشبان في هذه الدول لركوب البحر واختيارهم المغامرة غير مضمونة النتائج بدل الاستقرار في بلادهم. وسيضطر أي تحليل منطقي للحديث عن سوء السياسات العامة والاستراتيجيات التنموية والتشغيلية التي تتبعها أنظمة الحكم في بلادنا، والحديث عن سوء توزيع الثروات واحتكار مراكز قوى في هذه الدول للثروة والسلطة. والآن نترككم مع فقرة كاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا، حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. يواصل حجاج بيت الله الحرام التوجه إلى الأراضي المقدسة استعداداً لبدء أداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة أكثر من 2 مليون مسلم من مختلف أرجاء العالم لأداء فريضة الحج التي تبدأ اليوم الأحد وتتوج بالركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة.
1444 هجرياً الذي يوافق الثلاثاء المقبل بإذن الله. ويصل عدد الحجاج هذا العام إلى ما كان عليه قبل تفشي جائحة كورونا التي حدت من أعداد الحجاج لمدة 3 أعوام. ويتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام 2 مليون من داخل المملكة وخارجها، علما أنه شارك في المناسك العام الماضي 926,000 حاج، بينهم 781,000 أتوا من الخارج وفق البيانات الرسمية. وفي حين تغمر الفرحة الواصلين إلى أرض الحرمين الشريفين بعد سنوات من القيود المرتبطة بجائحة كورونا، يشعر الملايين بالأسى لعدم تمكنهم من الالتحاق بالركب في ظل أزمات اقتصادية طاحنة في كثير من الدول العربية والإسلامية. يحكي معرض المساجد في قطر بين الأمس واليوم صور المكان على صعيدي العمارة والدور الاجتماعي وتاريخه، خصوصا الحديث منه والذي ما زالت معالمه قائمة، مثل مسجد القبيب وسط الدوحة الذي أقيم أواخر القرن 19. وافتتح المعرض في متحف الفن الإسلامي في الدوحة، وتضمن بشكل بارز الصور الفوتوغرافية والمجسمات الإيضاحية للمساجد التي رممتها متاحف قطر، وهي تحتفي بإحياء الهوية المعمارية القديمة للبلاد وإبرازها. وبقيت هذه المساجد مهجورة سنوات طويلة بسبب انتقاد القطريين إلى مراكز السكن الحضرية ذات المساجد الحديثة، إذ أدى نمو المدن وحضور التقنيات الجديدة وتأثير العمارة من خارج قطر إلى أفول الشكل التقليدي لعمارة المساجد منذ 70s فصاعداً. والآن نترككم مع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. Необходимо для выполнения задания. ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام، نشكركم على طيب المتابعة، في أمان الله.